دكتور محمد. مين اللي قالك؟ أنا سارة أنور النجار، assistant lecturer of pediatrics, pediatric hematology and oncology, PUMA transplantation unit. هو التشويس بتاع التوبيك النهارده مش هيبقى فيه كلام كتير صعب زي كان الدكتور محمد عيد بيقدم. احنا كان التشويس عندنا ان حاجه كومن بنقابلها كتير بس كونفليكتنج، وساعات بتحيرنا قوي ان احنا ازاي نتعامل معاها. التايتل في ماي توبيك از نوت جاست انذر هيديك. الكيس بتاعتنا كان ولد اسمه تامر. تامر عنده 6 سنين، بورن تو كونسانجوس ماريج. مفيش اي بوست هيستوري لا ميديكال ولا سيرجيكال، بس الكومبلين الوحيد بتاعه كان ان في بيرسيستنت هيديك فور كابل اوف دايز. مفيش اي حاجه في الهيستوري غير ان الانكل بتاعه دايد ات ذا ايج اوف 32 باي هيستوري اوف انجينا. اون اكزامينيشن الفايتال ساينز كانت نورمال از ريجارد الهارت ريت، سبايتال ريت، بلاد بريشر، الراندوم بلاد شوجر، كله نورمال. سيستماتيك اكزامينيشن cardiac, neurological, abdominal, chest examination برضو free. لما بنيجي نفكر في الهيدك فاحنا دايما بنقول ان الهيدك ممكن يكون primary او secondary. primary زي المجرين او tension type هيدك، وده مش common قوي في البيدياتريكس. الموست common في البيدياتريك اللي هو secondary. secondary اللي هو بيبقى ايه؟ ان الهيدك اصلا ده manifestation لديزيز حاجات كتيرة جدا، ممكن تكون زي الاوتاتيس ميديا، conjunctivitis، error of refraction، زي drug toxicity، زي مثلا عندنا لو في hypoglycemia، hypertension، hydrocephalus. فكان عندنا differential diagnosis كبير. البيشنت عمل له CBC في الاول كانت نورمال، ENT consultation طلب CT nose paranasal sinuses برضه نورمال، والophthalmological consultation قال ان هو نورمال as regard error of refraction. كل اللي حصل ايه؟ البيشنت كان prescribed لي الانالجيزكس، وكان البيرنتس reassured it's just another headache. المشكله ايه؟ لانها ان البيشنت not improving، بالعكس الهيدك was getting worse، الفوميتنج developed. البيشنت sought medical advice again، والمره دي CBC برده normal، renal and liver function test normal، CT brain normal، again the patient was left with no explanation برده on analgesics وروح البيت. بعد يومين ايه اللي حصل؟ سكوينت. المره دي البيشنت كان جالنا طلبنا فندس اكزامينيشن، كان لاول مره يتعمل خلال الثمان ايام بتوع الهيستوري كلهم. طلع ان في بايلاترال مودريت بابيليديما، وده معناه ان انا عندي الكيس فيها هيدك وساينلي انكريز الانتراكرينيال تنشن، معايا نورمال سي تي برين، ومعايا كمان نورمال ام ار اي برين. يعني في بيشنت عنده هيدك 8 ايام، فوميتنج، سكوينت، فندس، في مانيفيستاشن، والسي تي والام ار اي برين نورمال. كناش عارفين ايه المشكله، هل ممكن يكون سودو تيومر سربراي، بس احنا عندنا ابنورمال نيورولوجيكال اكزامينيشن فمش ماشيه قوي. طلبنا ام ار اي انجيوجرافي، طلع ايه في الام ار اي؟ نورمال. الام ار في طلع ان في نون انتنسيفايد ليفت ترانسفيرس ساينس. هل هي اناتوميكال فاريانت؟ وارد، بس المشكله ان احنا عندنا مانيفيستاشن فهي ماشيه اكتر ان ده يكون اوكلوجن وثرومبوزس. اوكلوجن وثرومبوزس في حاله ما عندهاش اي ريسك فاكتور انها تكون اكوايرد. عملنا ثرومبوفيليا سكريننج، طلع انه في بوزيتيف هيتيروزايجوس ستيت للميثايل تيترا هيدروفليت ريدكتيز جين ميوتيشن، وباقي الثرومبوفيليا سكرين كله كان نورمال. هل ده ممكن يفكرنا مره ثانيه ان الانكل اللي احنا قلنا ان هو دايد ات ذا ايج اوف 32 ييرز بانجينا ممكن يكون كان ثرومبوزس، كانت كورونري ثرومبوزس؟ وارد، بس طبعا احنا مش هنقدر نحدد هو ده فعلا ولا لا. يبقى احنا قلنا ان البيدياتريك سكندري هيدك بتاعنا في الحاله دي كان سيريبرو فاسكولار ابنورماليتي. في الليتريتشر لما دورنا لقينا ان في الهند سنه 2013 كانت بيبر بعنوان الهيديتري ثرومبوفيليا في السيريبرال فينوس ساينس ثرومبوزس. قالوا ايه؟ قالوا ان هم لما كانوا بيعملوا ستادي على 612 بيشنت، منهم ادلتس ومنهم بيدياتريكس، لقوا ان المين بريزنتنج كلينيكال مانيفيستاشن كانت بابليديما زي الحالات بتاعتنا 62%، هيدك 62%، هيمي باريسز وسيجرز، وكرينيال نيرف بولسي اللي هو بالنسبه لنا كان على هيئه الاسكوينت. ودي اذر ليتريتشر برضو بتسبورت نفس الكلام. الكيس الثانيه هو ولد اسمه محمد عنده 18 شهر. القصه بتاعته ايه لو خدناها كلايف لاين؟ في النيونيتال بيريد، ولد فول تيرم، سيزيريان سكشن، نوت انكيوبيتد. بعد اسبوع الام لاحظت ان في فاست هارت ريت، صوت ميديكال ادفايس، عملت ايكو، طلع ايه في الايكو؟ طلع ان في اوتليت في اس دي، لارج اوتليت في اس دي، ودي من النوع بتوع الفي اس دي اللي ما ينفعش نستنى عليها، هي ما بيحصلهاش سبونتينيوس كلوجر، فهي لازم تاندرجو انترفينشن فور كلوجر. فمجرد ما وصل عند سن سنه ونص عشان يبقى عنده ادكويت ويت جين،
كان خلاص اندروينت الترانس كاثيتر كلوجر للفي اس دي. المشكله كانت ايه؟ ان الترانس كاثيتر كلوجر كان فيلد، مش بس فيلد، ده فيلد بميزربل كومبليكيشن، الولد بعده ديستربت كونشس ليفل وادميتد للبيكيو. السبب محدش كان عارف، هل المشكله كانت كومبليكيشن من الانستيزيا، هل الولد ده اتعرض لهايبوكسيك انسلت في الانترفنشن، هل هو اي حاجه تانية مثلا ميتابوليك او ان هو نون كونفالسيف ستاتس، مش عارفين. دخل البيكيو عمل كل الروتين انفستيجيشن، سي بي سي، سي ار بي، رينال وليفر فانكشن، بليدنج بروفايل، اي بي جي والالكترولايتس كله نورمال، عمل اي اي جي برده نورمال. الولد كان فنتليتد، فاحنا اتاخرنا على ما عمل الام ار اي. بس لما عمل الام ار اي برين طلع فيها ان في اريا اوف اسكيميك انسلت في الليفت اوكسيبيتال اريا والليفت سيربيلر هيمسفير والبونز، يعني في اسكيميك ستروك. عمل معاها الام ار انجيوجرافي طلع فيها ايه؟ نون انتنسيفايد سوبيريو سيربيلر وانفيريو سيربيلر فينز، يعني في ثرومبوزس. على الرغم من ان الولد ده فيه حاجات كتير تقول ان احنا ماشيين مع الاكوايرد ثرومبوتيك ديس اوردر، زي ان هو اصلا كاردييك كمان، فده معناه ان في بور فيدنج ومع الصيام بتاع العمليه لانه اندر وينت جنرال انستيزيا، فممكن يكون تعرض لديهايدريشن وكمان كاثيترايزيشن. لكن احنا عشان هو كان ديفستيتنج برزنتيشن احنا عملنا الثرومبوفيليا سكرين اللي طلع انه بوزيتيف هيتيروزايجس فور بوث فاكتور 5 ليدن ميوتيشن اند ميثايل تيتراهايدروفولات ريدكسيز، باقي كله نورمال. طبعا احنا هنقول في الاخر احنا ليه اصلا عملنا في الولد ده ثرومبوفيليا سكرين. في الليتريتشر لقينا ان في ده في سنه 2012 في عين شمس كانوا عاملين بيبر عن الانهيرتد ثرومبوفيليا في البيدياتريك سكيميك ستروك دي ايجيبشن ستادي. في الاخر كانت الريكومنديشن بتاعتهم ايه؟ ان اي حاله جايه بيدياتريك سكيميك ستروك ماست اندر جو ثرومبوفيليا سكريننج حتى لو في اوفر ذا اكوايرد ثرومبوتيك ريسك فاكتور. في الاخر بس هندي هنت عن الثرومبوفيليا ان بيدياتريكس، هنقول اصلا عشان نتكلم عن ثرومبوزس ان جنرال، هو الانسيدنس اوف ثرومبوزس قد ايه في البيدياتريكس؟ هو من 7 من 100 ل 14 من 100 في 100,000. هو رقم يعتبر قليل، يمكن يكون رير، بس الريسك ده بيزيد في الهوسبيتالايزد بيشنت من 100 ل 1000 مره. احنا النهارده هنعمل ستريسنج بس على الانهيرتد ثرومبوفيليا. ثانيه، هو ده معلم. الكومن انهيرتد فورم في الثرومبوفيليا يا اما ان البروكواجلانت زاد او الانتي كواجلانت قل. بروكواجلانت زاد زي لو انا عندي فاكتور 5 ليدين ميوتيشن مش هيحصل له ان اكتيفيشن، بروثرومبين جين ميوتيشن او اليفيتد فاكتور 8 ليفل. انتي كواجلانت قل زي بروتين سي واس والانتي ثرومبين 3 ديفيشنسي. الموست كومن فيهم هم فاكتور 5 ليدين ميوتيشن رقم واحد. فاكتور 5 ليدين ميوتيشن البوزيتيف هيتيروزايجوس ستيت بتاعته بتزود ريسك فور ثرومبوزس من 5 ل7 مرات. الهوموزايجوت ستيت بتزود ريسك فور ثرومبوزس من 80 ل 100 مره، فهو طبعا حاجه سيريس. امتى بقى احنا بنقول ان الانهيرتد ثرومبوفيليا امتى تو بي سسبكتد؟ رقم واحد لو انا عندي بيشنت عنده ريكيرنت او لايف ثريتنينج ثرومبوزس ديفلوبد في الانفانسي او في التشايلد هود، او ان في فاميلي هيستوري لثرومبوزس before the age of 45 years، زي مثلا الحاله الاولانيه اللي عندنا الولد اللي كان الانكل بتاعه دايت at the age of 32 years ممكن يكون بثرومبوزس. الحاجه الثالثه ان يكون مفيش ريسك فاكتور، مفيش acquired risk factor في patient زي مثلا central venous catheter، وقلنا ده هنتغاضى عنه في البيدياتريك ischemic stroke. رقم أربعة لو في history multiple abortion stillbirth or both. treatment plan احنا دايما دلوقتي عارفين كلنا بندي الكليكسان ومعاه الماريفان. الماريفان بنبداه في اليوم الاول او الثاني وبنكمل عليه لغايه ما بنكمل على الكليكسان لغايه ما الاي نار يبقى فوق 2 يومين ورا بعض بمينيمم ديوريشن 5 ايام. احنا بنكمل لغايه امتى؟ ده عليه ديبيت. في ناس بتقول ممكن نكمل فور لايف لونج، لكن احنا برضو بنقول ان ممكن يبقى في فرصه ان في اول اتاك نكمل عليه 3 ل 6 شهور بس وبعدين نوقف، الا لو في فاميلي هيستوري لي يونج ديث في العيله. ومن السكند اتاك عادي بيبقى لايف لونج. واتس نيو ان ثرومبوفيليا؟ يوم 21/6/2021 الاف دي ابروفد البرادكسا اللي هو دابيجاتران اورال، ده دايركت اورال انتي كواجولانت ان تريتمنت اوف بيدياتريك ثرومبوفيليا من اول الايج اوف 3 مانث لغايه 12 سنه. ويوم 20/12/2021
FDA approval للريفالوكسابان من since birth لغاية 18 سنة، لكن لسه السيفتي بتاعتهم ملهاش داتا كتير نتكلم عليها، والدوزنج ريجيمنت بتاعهم برضو لسه فيه كلام. المسج بتاعتنا ايه؟ ثرومبوفيليا كان بي بريزنتد بوايد سبيكتروم من المانيفستيشن، ممكن تبقى حاجه سيمبل زي الهيدك في الكيس الاولانيه، ممكن تبقى حاجه كاتاستروفيك زي ان البيشنت داخل يقفل في اس دي في الاخر بقى ديستربت كونشس ليفل. بليز كونسيدر فوندس اكزامينشن لو في بريزستنت هيدك من البدايه مش زي الحاجه الاولانيه اللي حصل ابنورمال نيورولوجيكال اكزامينشن. طبعا دي اليونت بتاعتي نفس الصوره اللي الدكتوره اسلام كانت حاطاها امبارح، بس اي حد في بيجي الهيماتولوجي لازم يبقى لويال للوحده. وثانك يو فيري ماتش.